ننتقل الى الشيف فراس وخلينا نشوف شنو ذكرياته ويا البصره، وبنفس الوقت راح يكمل لنا طبقنا لهذا اليوم. فراس انت اثناء ما تقدم لنا الطبق الجميل اريد اعرف بعض الذكريات الخاصه اللي تحملها والاطباق اللي تتميز بها، انا اعرفهم المصموطه الموجوده بها خصوصا الخاصه بالسمك، واليوم اربعاء تدري بعد اليوم اهل البصره كلهم حاضرين. شكرا جزيلا حيدر. طبعا المصموطه طبق رئيسي في بصرتنا الحبيبه، الاطباق المحليه الوطنيه المميزه الخاصه بالبصره خصوصا في المناسبات والاعياد. طبعا هذا الطبق يحتوي على قيمه غذائيه عاليه، طبق المصموطه، وعاده ما يتم تناوله بعد شهر رمضان المبارك. شهر رمضان يفقد الجسم معادنه وفيتامينات كثيره ويحتاج الى اطعمه قويه، فلذلك يكون اول يوم فطور، اول يوم العيد يكون الفطور الصباحي هو المصموطه. طبعا طبق جدا مميز، الله يحفظ بصرتنا واهلها وناسها، وان شاء الله يا ربي ان زياره قريبه البصره ونعمل معاهم حلقات مميزه تخص المصموطه وغير المصموطه من الاطباق المميزه الخاصه بالبصره. انا بدايه وضعت كميه من الزيت في القدر حتى نبدي المرحله الاولى لاعداد طبقنا. ايضا عندي هنا اكو بصل، انا ليش بدي اقطع هذا البصل الناعم لانه بصل حار جدا، وهذا البصل الاحمر يعطيني نكهه خاصه للطبق، نكهه خاصه لطبقنا لهذا اليوم. نحاول قدر المستطاع انه شو نسوي؟ بهالشكل. نقطع البصل بهدوء. تقطيع ناعم، لكن مو ناعم جدا. احنا ضروري عندنا يكون اكو شكل بارز للبصل في داخل الطبخه. ابدي استمر بهذا عمليه التقطيع. نبدي بهالشكل ايضا. نجهز تفاصيل ايضا عندي هنا تقطيع سريع. بصل صار عندنا جاهز. ايش راح نسوي؟ راح نبدي ناخذ اللحم نوضعه وين؟ في داخل القدر. خلاص اللحم وزعناه داخل القدر، وش راح نسوي؟ نبدي نتركه الى ان يبدي يتحمر. اذا قلبناه راح ينزل من عنده مي، انا ما اريد هذا المي ينزل، الجوسي او المي الموجود داخله بده يبقى محافظ عليه. ايش راح نسوي هسه؟ احنا راح نضيف البصل مباشره مع اللحم، البصل مباشرة مع اللحم، ونتركه على راحته كم ان شاء الله. بهالاثناء انا اكو عندي اله هنا، الاله اللي هي شبنت وكزبره، احاول قدر المستطاع انه ابدي افرم الشبنت والكزبره. ضروري عندي هذا المفروض يتشوح بشكل جيد قبل ما يتشوح السلق، ضروري عندي هنا، واستمر بهاي عمليه التقطيع انه بعد احنا ما راح نشوح بعد ما نشوح اللحم مع البصل راح ابدي اضيف هذه الخضروات حتى تكون عندي لاعطاء نكهه كامله، تبدي تتشوح بشكل جيد حتى تعطي نكهه وتعطي الطعم الخاص لطبقنا لهذا اليوم. طبعا انا استمر بعمليه التقطيع البارت
كرفس مع شمنت والكزبرة. بدأ عندي هنا الغليان، بدأ عندي غليان اللحم أو تشويح اللحم والبصل وياه هنا موجود. نحتاج دقائق بسيطة حتى يبدي ينشف المية اللي موجود عندي. نبدي ننتظر احنا بهالشكل هذا، نبدي بهالطريقة ونستمر بعمل التشويح. نحتاج 10 دقائق حتى يتشوح اللحم مع البصل، بعدها راح اضيف الجزر، راح افرمه الى مكعبات بسيطة. مشاهدينا الكرام، انا وصلت مرحلة متقدمة في اعداد هذا النوع من الشوربة. يمكن الكاميرا تكون عندي هنا، انا عندي وضعت قطع خبز في داخل الفرن حتى نبدأ نحمصها بشكل سريع، تكون إضافة لطبقنا هذا اليوم. أنا راح أبدأ أسكب الآن الشوربة، يعني نحتاج دقيقة واحدة حتى نسكب شوربتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. عندي الشوربة بهالشكل صارت. طبعا الشوربة سميكة جدا، مميزة، ذات قيمة غذائية عالية. مثل ما تشاهدون، بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن احنا نتركها فترة أكثر بعد على النار هذا،
مع إضافة كمية بسيطة من الماء، وممكن احنا بهالشكل نقدمها ويكون شكلها جدا جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. نقدر نرتبها. عندي هنا ايضا هالشكل. طبعا هذا الطبق يكثر عمله في الدول الاتحاد الروسي او في روسيا، يعني شيشان، اذربيجان، اوزبكستان. بهذه الايام البارده يعد هذا الطبق من الشوربه بكثره، ويكون له نكهته الخاصه، وتقريبا يعني نقدر نسميه احنا ايضا على موائدنا يكون له فتح حظوه كبيره، خصوصا هذه الايام بعد ما بدا الجو يبرد. يعني مو فقط عندنا هذا الطبق مميز، يعني البعض سألني قال لي هاي سبع أشكال، قلت لا هذا مختلف، مو سبع أشكال. سبع أشكال عبارة عن بقوليات، هذا عبارة عن خضروات وبقوليات ولحم. بسم الله. يمكن احنا نضيف لها لمستنا الخاصة اللي هي إضافة طعم الليمونة والمبصرة أو هاي التفاصيل الأخرى. خليني بس أرتب الأطباق. بسم الله. ايضا عندي هذا الطبق الاخر هالشكل، وهذا ايضا الطبق الاخر. اللي يحتاجه هسه اضيف قطعتين من الليمون على الوجه هالشكل، ايضا وناخذ ايضا قطع الطماطم. طبعا الطماطم اختياري، يعني كان المفروض افرمها واضيفها على الوجه، لكن انا ما حبيت اضيف طماطم لان اكو عندي جزر، فضفتها بهالشكل على الوجه اختيارية للتزيين ايضا، حتى نعطي نكهة خاصة للطبق. انا بس خلوني اشوف الخبز مالتي وين صار. بسم الله. عندي هنا قطع الخبز تحمصت بشكل كامل. بسم الله. هيكون عندي الخبز بهالشكل. ايضا هالطريقه، وطبقي صار جاهز بهالشكل هذا الجميل. اسمحوا لي مشاهدين الكرام الان اودعكم على امل لقاء بكم يوم الجمعه ان شاء الله الساعه 3 مع مطبخ العراقيه واطباق مميزه جدا، واقول لكم الان في مال